كيف الفاكم؟ انتوا غاليين كفو والله طول في عمرك. طيب ايش رايك فحمت فيها ولا تحس بتعب؟ بالعكس استنست ليها. طيب هذه تدري ان اللعبه هذه خاصه للعرضه اللي على زيربيشه، ان هذه يبغى لها لياقه، يكون واحد لياقته ما شاء الله تبارك الله. انت فحمت؟ انا فحمت والله. معقوله؟ اي والله، لان هذه ما هي عرضه. انا في الاساس ما هي عرضه، يعني عرضه الشباب في ديرتهم، لكن شوف كيف لياقتهم ما شاء الله. تعلمت انت لها؟ اعرف لها، لكن ايش اسمه لياقه ما هي ذيك. فانت اذا كانت لياقتك كويسه ترى الحفل يبدا من بعد العصر من الساعه 4 الى الساعه 2 او 3 يمكن. وين 2 بالليل وانتم تلعبون؟ لعب. لا يوقف في استراحه، عرفت استراحه وقت المغرب للعشاء. اي اللي بين المغرب والعشاء هذا يكون العشاء جاهز صح؟ وبعدها يصلون العشاء. خليني اقول لك، بعدها يصلون العشاء حلو، ويتقهون ياخذون قهوه وشاهي ويبدا الزير يدق حلو، يحمون وزي كذا ويجون الشعار. من جماعتهم الزير؟ لا الزير ما يكون مجموع. لا عشان اشوف احنا لبث ايه ولا لا. ماني معلم. لا تعلم لا تعلم. عشان يبوجرك ان شاء الله. قول امين. قول امين. خلنا اشوف انا واقعد شوي واقعد بروح اتعلم من تحت. شوف عرفت وين في البث كذا. لا ارقش مالك. هو يقول ايوه كذا صح. كذا يحلل المنتج على شو اسمه ذا؟ منتج. هو منتج هذا القريه البزنسيه ترافيك. حمت يا ابو دويس. اشهد ان الواقع محل زين البزنس عجبني صراحه. فقع عاد تدري ايش اللي فارق في اللوكيشنات كلها؟ هذا اللوكيشن حي تدري ليه؟ لونه فارق، رعيه فارق، كلها فارقه. ما يبدا جعلك والله مو شايف لك اللون. شخوف شخوف شخوف. انتم معي انتم بس عدتم تمرونه معي انتم ذا كان تمرونه. روحوا انتم باقي الدفع انا شو اسوي؟ عادي دوله ما اعرف شو شخوف لكن دوله. هو باعك ما بقدر حتى يقول هذا اللي تش اش والله انا تي فاير تعال تعال والله صدق ها تعلقت في الرجال خلاص. تعال هنا تعال يا تعلقت فيك تعال اسمع تعال اعلكم موقف صار لي في المستشفى. لا لا تعال يا كنت اطبق طبق يا كنت اطبق في المستشفى طبق دور. اسمعني يلا يقير على العدو قافل احنا من جيب جاب القدوم. اسمعني الله يلبيكم ان شاء الله. الله يسلمك. جيت جاني مرض هو موظف وانا اطبق باقي طالب اطبق في المستشفى. قال اعطاني تحليل. اسمع اعطاني تحليل دم. قال هك سوه لين اجيك. راح هو يسوي شغله عنده جوا. تحليل دم حقيقي؟ ايه في المستشفى. يقعد يحط دم انت انت معي؟ واجي طيور سلامه. وش خلني اكمل. اسمع كمل.
واجيك يطلعون السلامه واخذ. احنا طبعا اذا جاء الواحد معه مرض خبيث الله يكفينا وياكم يشفي جميع مرضى المسلمين، اذا معه اشتباه ما نحطه على طول في الجهاز ذا، نحطه في جهاز صغير حق حمل، نعرف كيف اذا المرأة حامل ولا لا نحطه في الجهاز ذا. هل المرض الخبيث الله يكفينا اذا الواحد مشتبه فيه نحطه في الجهاز ذا، اذا عنده على طول نوديه للجهاز الثاني عشان نتاكد. بجيت خليت الدم من الابره وحطيته في الجهاز، حطيته في الجهاز وطالع موجب، اذا طلع موجب ان عنده حامل بالمرض. الله المستعان. فانا احسب التحليل انه المراه، ورحت على طول دبست الاستقبال قلت مبروك مبروك حامل حامل اكتب عندك. جيت بالعيد وادري راح التحليل شايبه من الجماعه. قلت ما تعقب يا البعيد. حامل جميل وطناخه رجعتها الشيبان بعد ما حتني عقب يا البعيد. ايش يقول؟ انا هنا تورطت ارحب يا فلان. قال اللي فيك ما فيك اللي فيك ما فيك. ما ادري ايش يقول. انا جاء مرض اللي في الاستقبال وفهمه يا عم والله لا اوريك انت ارتبك. رحت ناديت الدكتور عندنا شاي سوري في المواقف هذا هو اللي يطلع لهم يفهمهم. والله لا اوريك والله لا اعلم فوق. ما ادري ايش اقول. ولا دخلت استحيت دخلت جوا ويجيني الممرض ذا اللي اعطاني التحليل قال اخي الله يهديك. انا ما قلت سوى وبجيك. قلت ابغى اروح ابشرهم. لا الله ولا بعض البشاره. ابغى البشاره. واجي لينبوي معصب طلعت من الدوام لينبوي قدامي في البيت معصب. يلي فيك ما فيك ادرسك خمس سنوات وما ادري ايش يقول. من هنا تحط الرجال حامل ما تفرق بين الرجال والمراه. يلي فيك ما فيك يا ابوي. انا استعجلت عيت فاهم ابوي مني يدق على واحد من عيال عمي مرض وقال احمد انت معي ابو دويحس. قالت معي قال تعال ابو علي واحد من عيال عمي له خبره وكذا وافهمه الموضوع ويجي يفهم ابوي ويروحون هو ولد عمي ابوي ولد عمي للشايب ذا ويفهمون الموضوع ويحلف عليهم ابوي العشاء ويجي يتعشى عندنا. يوم جاء في الليل وقابلوني يوم جاء العشاء اطفن ضحك. ما ادري ايش يقول. قلت له طلع منكم ما من العلم. خليك يا دكتور العلم مر ولد عمي مرض دكتور. خليك نقول علمك علم وفهمه. قلت الله يعافى عنك. فهذه من المواقف اللي صارت في المستشفى. ممكن انكم تشوفون الحساب حقي في التيك توك لما اقول جاني شايب حطيته حامل وادب ذبه منزلها في التيك توك عشان السالفه ذي. الله لا يعيدها من سالفه. ها عادي مشت. ايه عادي سلام لا انت. والرجال جاء في سرطان وليش جاء؟ لا مشتبه والحمد لله ما مشتبه. الله يخليك. تجيك مواقف دائما واجد. كلمت ابو احمد. تجيك مواقف واجد. والله ما الحين دكتور ولا؟ الحين صار ان شاء الله. الله يرحم والديك. ولا توك بعدي. خلص لك ان شاء الله الوظيفه الجايه. باقي باقي. تنتظر الرد منهم. ايه. اياك يا حي. دكتور صح؟ دكتور قوي ما شاء الله. طب عام ولا طب وشو؟ لا اخصائي. الله يوفقك. اخصائي. انت ابو منى احمد جيت يا ابو احمد. ابو احمد لا حبيبي هذا راح يجي يشوف بطول كل شيء عندي انا اسمعني الدكتور. الدكتور راح يجيب الشخص بكره يجيك انت. ولا كم النسبه اللي يدخل في تحليلات مجاني عندك؟ لازم نسبه عاليه. اي لازم نسبه قدرات نسبه قدرات التحصيلي في الثرم. نسبتك زينه ما شاء الله. الله يوفقك. دافور دافور دا دافور تبارك الله. طيب اي تحليل الحين اجيك مجاني؟ إذا مستشفى عام دخل واسطة خاص ما يد أنا بيجيك أنت. آه مرحبا بك يا عيال وجمهور علي وكل الربع الجماعة أبشروا سعدهم سلام. قروب داعبي وليد عماني واللي يبغى أبشر أديني بس بتحليل مجاني أبشروا سعدهم. ها والله الخدمة هذه اللي ما نبغاها يا ولدي. الشباب يجون فعلا أبو أحمد. أبو أحمد بعطبهم والله لي يا علي ابشيك. يقول سلطان حتى يجيني مرض ما فينا ابشيك. فا هي دخلوه المستشفى يا طويل العمر وصنفروه وزبطوه وجع قلبك. ازهل هذا شوف سنونه شوف شوف يا وجه منجم يلعب قبل شوي يقول افشت افشت. والله اني سلطان حالي الله. والله اني حالي الله. ها ابو مشعل البيك تعال يا ولد شبه كذا مو بلازم الليل داخل او من المكعبات البيضة ذيك عرفتها الغرب نقعد ليش الساعه 9 في الليل يبدا طيب. راح 9 جيب جيب غازك لا تصير منهم غاز صيد بريك
من المغرب لين الساعة 9 المربع حطوه حطوه حق حمر عادي شبه تعال تحطوه التيربو هذا جاي نسويه ما تحمر والله والله شوف هي طوالها اليوم شوف الحام يا شب احنا بخاخات ما هي بواجب انا الحين اعرض معاك دي حطوه هنا اربع دقيقتين تعال ايوه اي واحد جنوبي تصدق يا ولد زير بيشه تلقى ضخخات ما بواجب نصدق الحوش ده الحوش ده عليك اذكر الله ما شاء الله الحوش ده حق عرضه فتقولون منه والشعار في المنصه وصف من هنا صف من هنا زي كذا اي والله زي كذا نفس الطريقه لازم عندنا عرضه لازم في منصه في منصه دائريه منصه تكون مرتفعه شوي عشان يوم شفت عرضه اول ما شفتها يعني اول ما شفتها يعني انا اشوفها دائما شفتها في عبد الله الشهراني جاء عرضه عبد الله الشهراني ترى من نفس حتى مسعود حول معهم يلعب عرضه سعود الجازة مسعود كذا يطقطق معهم ان شاء الله اللي يضبطها سلطان الميلي اي برضو عندهم هم عندهم يبقون عندهم سبحان الله رايدين اللي يالفون اللي في بيشه بشكل عام انا اسمع لهم في سلطه خبر طيبه وتجنبوا الحدس اللي احنا ما منعنا منه حدس وش حدس حدس اللي منعنا منه من البدايه ومنعنا منه في الاخير كله اسمع كله الله الله كل ابوه ان شاء الله لو اخذت مركز يا ابو ود ويحس بعزمكم على زين ها على عربه ما انا سلطان اذا اخذت شوف اذا اخذت مركز لازم اخذ ختم تاخذ محافظه مركز والله لا وجاك انا واحد ولا ياخذ محافظه خليه يكون محافظ وكثر الله خير حلو يا مناحي يلا على سقيم هذا زير تدري وش هو في الاساس هذه لعبه الخيل هذا من الزير اللي جايبه هذه تلعب عليها الخيل صادق اي والله ما اقول انها تلعب عليها الحروب اول الحروب اول عاد قالت الخيل الله نفس ما شفت الخيل ما في لعب ولا لون من الالوان الا تلقى لها على تراث اي تدل على حاجه اجل لعب من عرب شمر يا ليتني من عرب شمر طيب يا اخي عادي والله ونعم فيكم ولا عليك زود انا ما اقصد كذا بس احنا وفق المحاذير اللي علمينا فيها الاداره انه ما هذا هو عمي ما قال رجال الشيء اللي ما فيه محذور هاتكم قلت انا لكم لا مره مرتين يا ابن ملحم صب لي شاهي سلام صب لي بس تعيش مره سلم صب لي شاهي عطني واحده ثانيه يمكن البعض ما عطني واحده ثانيه بالله اديني علك اسمع انت ما تجيب شو اسمه عطني واحده وانا انقصها ها اديني علك البان اسمع هذا شبك هذا اسمه عيد والله هذا حطب عادي لا خلاص روح حطب عادي ذا امسك ايه طيب اصبر اصبر امسك ليه ما تشبه في الباغه؟ شب عادي انت خلاص انت شبه عادي شبه موجوده اه وانا بشكل لك حسوا عندي ذلك فرزان عليكم سالفه لا 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 تعلم لا تعلم لا تعلم قد سلطان يخمم لا لا الله الدنيا من العيال بالله فيها فاصل شيء خلنا اسمع يا عاد حنا اخويا والواحد باستراحه وسولف مع اخويا يفضل له متى يتزوج الزواج قسمه نصيب قال لي انا بقى خطب من عرضك هو يقول لك اي حنا اخويا فضل يشاور نوا نسولف انت تبي تعرسون كلكم قلت له والله اسمع يا اخوي هو نعم بعدين اجي ولا يبي خط منهم ما يا ولد العاد خليه يكمل تراني طالبك خليه يكمل خلني اعلمك اسمع طول عمر السلامة كل مرة يجي شيطان بسم الله يقول لا أنا ماني متزوج هو خوي ينوي يرده وشيطان وبعدين الشيطان يرده هذا السنة الأولى تعدت على خير والسنة الثانية من وقتها قال أنا بتزوج يقول لي وبعدين يقول لا يجي شيطان كأنه ممسوك ليش شيطان متلازم فيه بسم الله الرحمن الرحيم انا اتوقع لو انه مع لو انه مع عاد بشيرك بيتزوج لكن كل ما شافه عاد لا 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 قل له يا ما كذا الوكيل الرجال ما شاء الله عليه مكون نفسه يعني ما ماديا وكل شيء ما ناقصه يوم جاء اي بس ما له كتب هي زواج قسم نصيب يوم جت السنه الثالثه قال انا خلاص انا بنوي تبي تزوج استشارك ولا المره الثالثه خوي احنا بصراحه بعد
يجي قال يلا هذا ما تشاورون الاستاذ اسمع الله يرضى عليك اسمع السلام اسمع سلطان انا طالع لا تحس السالفه لا لا مستعدين معك الوكاد احنا نروح ويخطب الرجال ويملك ويتزوج ما شاء الله تبارك اي ويروح شهر العسل وهو يعود بعد شهر على طول دوامه بالرياض وحنا ساكنين بحال تقابلته بالصراحه ها تقابلنا بالصراحه قال انا بمشي لم الرياض تخويني ترى ما احنا مطولين ثلاث ايام اربع ايام ورجع ومرتها معها لا لا عندها لا اسمعني قلت مو مشكله ايوه كان قلت الله يسر عليك انا عندي اشغال انا عندي اشغال لا لا انا عندي اشغال بحايل وبقضيها وبعدين ان شاء الله بنلقى تقابلين ايه قالوا كان الرجال مش الساعه تقريبا 2 الظهر والرجال كان تعبان ومواصل يوم انها قبل على بريده يلا حي هو رجعته متزوج له شهر يوم انها قبل على بريده هو الحاله بعد تسمعني ويصير عليه حادث والرجال سبحان الله يتوفى حلو الله يرحمه ما جاء له دري ما جاء له دري ها ما جاء له دري هذا عقب شهر العسل يا اخي عقب شهر العسل ان شاء الله عقب ما يشلك ايه انت ما خذيته صح؟ ما رحت معه ما رحت معه لا وهل ما راح زين انك وعد الله لك حياه وعد الله لك حياه اللهم لك الحمد ترى كل شوف بعضهم يقول كذا لا مقسوم يعني لو انا مقسوم اني اتزوج يعني يجي الحياه كان اتزوج من بدري بس اي من بدري الله اللي وخره سبحان الله سبحان الله كل شيء الله اللي الله كاتب لك عمر اللهم لك الحمد تعال وفي سالفه طاري وظيفه مو وظيفه الوكاد انت تقول ايه ايه فاهم اي طاري وظيفه مو وظيفه انا جلست انا عندي والله تكفى يا عندي اخوان من ابوك تكفى اسمعني احرق من ابوك ولا من ابوك ها من ابوك ولا من ابوك من ابوك سلام الله يسلمك ابيك عندي مرتين ثلاث ما شاء الله 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 قال لي قلت يا عاد انا سمعت فلان واصل وعنده يعني امور الله مزينها يعني يقدر يضبطك بوظيفه ضبط امورك وقتك انت ابي وظيفه وابي يعني ضبط اموري وزي كذا جيت عند اخوي الكبير وكلمته قلت يا طول عمر السلامه قال زين قلت انا سمعت فلان انه واصل ويدخل بالوظائف وزي كذا يوظف الناس ونبي نروح له انا وياك ننصح يمكن يعلو يا عسى يضبط اموري قال ابشر بسعتك قلت اسلم احنا نتجه لم الرجال في شيء جديد وفي كوش جديد ونكلم الرجال عن موضوع الوظيفه يا طول عمر السلام اعطانا كلمه تسمعني اسلم معك اعطاني كلمه قال لي ابشر بسعتك لكن احنا نبي منك كذا يعني يبغى منك غرض اي فهمت يبي مني غرض قلت ابشر شهر قلت ابشر تسمعني قلت تمام قالوا كان شهر سبب كثير وهن عندك اعطيناه الغرض هذا يوم اعطيناه الغرض هذا بعدين الرجال قال انتظروني انتظروني شوف احنا ننتظر ننتظر سنه سنتين سنه سنتين بعد سنه وسنتين زي كذا رجع قلب ميته علينا اخذ الغرض جحد ما في جحدني وكل شيء قال ما في اي شيء عندك يعوضك الله شوف ولا حين والله عاضن اللهم لك الحمد وصلت الشيء هذا اللي انا الله هذا يا اخي والله كاتب لك رزق ولا كاتب لك خير اللهم لك والله كريم سبحان الله اليوم المركز الثاني ها واليوم ما شاء الله تبارك يمكن الاسبوع الجاي اطلع ما تدري بس عادي اسالك سؤال سم ولبيت لبيت حاج الحين اخوانك من امك وبيك كم عندك في غيرك؟ من ابوي دائما كلمت امه كل ما انا ابغى اعرف التفاصيل تمام اللي من امك وحده ها؟ انا وحيد امي نعم ما شاء الله معك خوات؟ معك خوات ولا بس؟ ايه انا اقول لك يا اخي شوف ترى اللي الام وحيد صح انك ود الانسان وده باكثر واكثر لكن وحيد امه يبرها الله يختصه يبرها انه هو الحاله اللي يبرها وانه هو اللي يقوم عليها وانه ان الله سبحانه وتعالى يجعله هو اللي ان شاء الله يقوم احتياجات امك كلها عون الام واخواته وكذلك امك بعد تفرح انك انت اللي ما شاء الله قريب منها لحالك وانت اللي الله يرزقك رب يوفقك رب امين الله يجزاك خير بعدين الاخوان كلهم سواء من اب ولا من ام ما شاء الله تبارك الله كلهم اخوان مهما كانوا اخوان صح صح الله يبارك فيهم انا الحين ما شاء الله عندي اخوان من اب واخوان من ام والله يا اخواني اللي من ابي
ان اخواني من امي مو بقرا منهم كلهم عندي سواء اخواني عندي اخواني عندي ولا انا اقول فلان اخي من عندي ما شاء الله تبارك الله يمكن بالعكس حتى اللي يمكن اقرب من الاخوان اللي من امي صدق ما اقول هذا اقرب من اخو لحم ودم ما بيها شوف اقول له الله انا مريت بسالفه طويله عمر سلامه العنايه يمكن البعض ما يدري وش سالفتها دخلت بالعنايه مركزه والله يا رجال اني ما ادري انا وش صاير لي انا ما ادري كيف وصلت العنايه بشكل عام عسى الله ان كلنا ما ندخلها ولا احد يجيها ابعدها عنا عنكم ان شاء الله امين انا يومني صحيت بعد شهر يوم صحيت الى امي ما هي قبل يوم يعني قبل ما يصير علي الحادث يومني اعرف امي بعد يوم طلعت من الحادث يا اخي تغيرت نفسي تغيرت فوق تحت ابوك عاد موجود؟ لا توفي؟ الله يرحمه امين يا رب الله يرحمه يومي شفت صلى الله لك التوفيق اللهم ترى توني ادري بالحزن الله يجزاك خير الله يجزاك خير اقسم بالله يا رجال اني وقت الشعور هذاك وقتها اعوذ بالله عساكم ما تجربون هذا لكم انا اشون لحظه ادراك هذيك اني عديت على خير هذا اللهم لك الحمد فضل ربي اللهم لك الحمد يا محمد من ملحم شب الضو الله يوفقك يا ما شاء الله امين الله يجزاك خير وخدمة الأم شرف شرف عظيم والله العظيم الواحد هذه زين حطب ما شاء الله لا لا تمش بيان شوف بروح خلاص مشط حطب غير ان الشرف غصب عنك اشهد ما فيها فضل ولا فيها ذكر ولا فيها منه ايه ولا بتجازي حقها مهما سويت لو تحجبها على كتفك ما توفيها طلقه من طلقاتها الله يعافيك اصلا انا 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 من الاشخاص اللي يعني ترى الكلام شوف بدات على الام والابو ما نوفي حقه والله لا نتكلم الى يوم القيامه والله انه ان شاء الله انه يجازيك ما تفعل لكن بقدر المستطاع اما الكلام والله انه نوب نقصر ونوب لكن عاد على قولته نفس الرجال اللي شال امه فوق كتفه والله ما ادري هو من اليمن ما ادري ليه وداها لمكه دق على الشيخ قال يا شيخ انا ودي حطيت امي فوق كتفي من عرجلي من اليمن لين وديتها مكة تعتمر اعتمر بها ورجحها هل وفيتها حقها ولا لا؟ لا ولا أربع قال لا يا ولا ربع ولا ربع من زهرة من زهرة قال ما من ما قال رجع قال حتى أنه من أناتها ما تسوى يعني اللي تسوى كل ما يسوى وجهها ما تسوى راجعنا بر يقول ما يجزى والد ولده والد ما يجزي ولد والده إلا أن يجدهم مملوكا فيشتري فيعتقه هذاك من اول الحين ما عزيز من اول يوم كانوا يملكون اي غدي عبد عند سيده لو انك تعين والدك تشتريه تعتقه لان المشتري مو سهل كذلك بعد يعني ما تجيبه بشيء من الصعوبه يعني ما تبرهم لكن وقت الحين ما عزيز سوي تبرهم انا ملاحظ بعض على انا كنت اخوي عيال اقسم بالله يا رجال والله العظيم من اشوف بعيني اشوف عيني من بعض الرجال غباء منه يرفع صوته على ابوه او ما يسمع كلام ابوه ترى والله العظيم اسال شخص مجرب لا تسالف الطبيب لا اسال شخص مجرب اقسم بالله اني اتمنى ان ابوي يرجع لحظه دقيقه بس الله يرحمه فعله واجعله في الجنه يا الحمد لله موتى المسلمين تشوف الجنة إن شاء الله كنا بموت هو حي وكنا. حي إن شاء الله إن تحيونه بذكره الطيب صدقان عنا وسيرته الواحد يحيي أبوه بذكره الطيب سيرته يساعده يقوم معه ذكر الطيب لا يموت أبوك هو لا يموت ذكره الطيب مجلسه الله يساعده نفسه للضيف هذا الواحد لكن بعضهم من مات ابوه خلاص قفلت البيوت تلحمت وذكره ما عاد يذكره لا في مجاس ولا في هالشيء غلط هذا غلط جدا بس انا اتمنى من هذا المنبر اتكلم ان شخص ابوك تكلم عليك ورفع صوته عليك ترى هذا من حقه هذا ابوك خاف عليك جابك على الدنيا هو ما رفع صوته عبث او ما تكلم عليك عبث هو اللي بيجي يقول صوتي ويغليك ويبي لك النجاح
اسمع كلام ابوك. نعم. ترك والله العظيم تنم بعدين. تقول يا ليتني ويا ليتني ويا ليت، ترى يا ليت يا ليت ذي ما تنفع. ما دام عندك حب راس ابوك. اسمع ما دام ابوك عندك حب راسه وحب يده، قول يبا هن تامر امك. حب رجله بعد ترى مو بعيب الواحد له حب رجل قدم ابوه. مو بعيب انا حبيت الله يوم قديم بطلع اكسب انا بمضاربه. ويقول والله ما تحب وقت لين حبيت اظني بعد ربع ساعه عشان اطلبه. ابوك ما له شحن. راح من عنده وهو يبكي. ابوك لو يوطاك. سمع وطاع. الاب هو السند الوحيد بالحياه. شوف انت ما بتقدر تروح تشكي همك الا بعد الله سبحانه وتعالى. عندي بيك. الا عند ابوك ولا عاد عاد حدث عند اخوك، الاخو سند زار. لكن عند شخص ثاني لا يحوج لنا. الواحد يعتمد. الحب. سلام الله حيه. من خرع قلت سلمه. تعال هنا. شلونكم؟ حياكم الله يحييك. عساكم طيبون. مرحبا مرحبا. سلام الله يحييك. تعال انا الشيخ. تسجيل دخول فخم. عساكم طيبون. مار البقى 2000. عليك السلام. تسجيل دخول فخم. يحييك. يفزع لك. واز 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 تحت. سلام. ما تقوم ما لكم الا الضوضاء. يا رجل برد. انا يا رجل برد. انا يا رجل انا مالك خليني احس. طيب ان شاء الله. طيب انا قلت كابي ما عاد بس سيف الحال. طيب طيب ما جو الحمد لله. وجاك الله من البزوره. طيبين على سلامتك. يا الله ما لعبوك. ادي 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 ضيمني ضيمني ادي تيه ضيمني تيه تيه ضيمني. يعني ما ترى باس ان شاء الله. ما يجيك الباس تيه. ما عدت كثرت فيه كثرت فيه انت. والله يدعك كذا ولا كذا. لا شوف الحمد لله وش هذا يسد على اخوه. يعني ما تقدر تعطيك عشرات. بس في فرق في فرق في فرق. هذه مسويه رجيم هذه لا. هذه اوكي وهذا اوكي ابو حجر. لا لا لا. في سمول في كابيتال. هذه معاه ضيمني. اما لي لا. هذه في جراب. اما لي لا. ابشر بس سعد. اما الجراب هو شاهد مره كبيرة. ولد وش؟ هجتنا ولد تنطط. تحاكي؟ تحاكينا تحاكيني كنك مو عاجبني. يرقع رجل. انت ما تكلمت بلهجتك زين. لا 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 تحاكي ما تقول تحاكي. لا 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 فخذ يقولها تحاكي. تحدى عادي. تحدى عادي. لا 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 ابو ناصر لبيت حاجه من الفروه حقتي لهز عليه الشح. الله يرحم والديك. اعطني شاي في شاي كذا الله يسعدكم. ساعات لا تشكونا بعد. اللهم امين يا رب. ادوك واقف انت كله وراك واقف. ابغى اجيك. يا رب يشتري. يا رب يشتري. يا رجال عيل خير. اجلس بس الحمد ربك. ايدي مكسور ولا كان قمت عليه. ياه قام يتعذر بصبعي. يا رجال عيل خير. امس 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 يا رجال امس. طلبه 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 طلبه. طلبه 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 ما جيت اليوم طحت يا سيدي. جيت جيتك امس امس ماخذك رايح جاي هنيه هنيه. ايش مو؟ اسكت بلا في شكلك. حكيم فايت حكيم فايت نقسم بالعقل. شنو حكيم فايت؟ نقسم بالعقل. بالله؟ يعني شنو هذا؟ سوالف معك اقسم بالعقل والله غير. انت بكفو يا رجال. يا ولد. عبود الله من شرك. عبود الله من شرك. انت ايش قلت؟ العلوم طيب يا علي. العلوم عفاك والحال يكفيك عن باقي علومي. ايش؟ تكفى تكفى عزوز عزوز. انا فوق شوف. أنا فوق فوق. عال عال دفع. أنا السعودي. لا من بالعضاء أنا قلت لك. اللي أنت قلتها أنا قلت. والله ماني بحافظ إلا بيت. أعطني يا تكفى. إذنك تعاني يا أبو بندر. بعد ما شفت شيء ها. أنا من اللي فوق فوق وهاي هاي وعالي عمه وخاله هذا شيء يقول.
تركض ويركض عمها معها ويركض خالها. ها البغلبة اخوي ما هو بعد يمس الشطاره شطع شطارني انا في وجهك انا في وجهك يا ولد ذهب الشحن يا ولد يلا وشو ها ها يا خلي قطيه ولا واحد واحد تعد خطيه لا ما شلون معي بعد احسن عطنا الصوت يا ابو يلا جاء الصوت عط الصوت طلعنا طلع لهم بندر ما تعجبك اه عليه كل شيء تعبان الحمد لله الحمد لله لا والله قول الله يشفيك لا الحمد لله الحمد لله على السر والضراء الحمد لله والشكر الحمد لله قول شيء تعبان قل الحمد لله عاش ايوه ممتاز وازم ممتاز غطى ذانيه الله يجمل حالك تعال هنا يا شيخ تعال هنا والله انت قلت حالكم جمل الله حالك طول عمرك والله انت تستاهل والله هذا من قليل في حد الوالديك كل جنة والله خليني عنك خليني اتكلم انت اتكلمك عشان اقول لا خليني اتكلم نقول ذا لا والله هذا خليني اتكلم ايش انا بدي اخش لا تقاطع خليني اسالني هلا بهم عجب شاب نظه وانا بدي اخش منه شباب ملح واحد زي قهوته الحليب والكرك لك ذاك يا واد تعودوني في عيالة هني لا هم الربع سنين ظل خابرها أما ذي لا أما تي لا الربع ظل واحد اللي ما تكلم قمت أبغى دخل في وجه الريجي إيه جرها وزالها والثاني يقول لا تجي وترجع يعني روح أخبطه لا يقول ليه أخبطه عشان أقطع وجه الريجي عشان هذا اللي بين النار وغا اقطع وقص الشيطان الرجيم اقطع يا شيطان يا اقطع وقص الشيطان قم صب قهوه قم ابشر ابشر على خفيف وما ادري كلام صبي انا كلام صبي احو ولا قوه زين صب صب كلام صب كلام ما شاء الله هذه الاخوه طقم كابك مع جلسه رفيق كلاسي عشان النقاط بيض الله اي والله ارحب ارحب تعالي مع ازرق اقرب 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 انت تعال انا بيها بيها انا بالضبط اقرب حرض تعال تعال طيب علي 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 انت محمد محمد وراك هنا محمد اخم شنا اضرب صوتك هذا تعال وجهك انا بيها هو جنبك والله خلخه قريب والله حويعو والله حبيبك عودنا في اللقاء حاضرين معناه معناه وش معناه ودي ان الجو يثبت من ذي الحين آه وش هذي ندف اللي ودي ان الجو يثبت من ذي الحين من ذي الحين؟ نعم لا هو برد مرة هذا معليه يا ابو شبيب معليه اليوم وامس دفع لا لا اليوم زايد معليه يا ابو شبيب والله امس عارف السواليف ذي حق المجالس ذي اليوم دفع والله اليوم برد يا ريجي امس اليوم دفع حتى في الصبح بعد الفجر اليوم كان الجو زين شوف ايه الخياط ضاع شيء بدريح ما له شكل الى الذئب يشوفك اه يا وازع خليك حولي تعتزي في ذيب وتقوم متعود خايب الشرارة ثارت وازع البس الشراب جب فرول هذا كل اللي وصي تبين افك لا هذي ولا بدك كل واحد منها انكسرت به هذي ولا جاها شيء انه خواتها بعد لا تخليها يتيمه ما يستحي الحال لا تخليها يتيمه لا تخليها يتيمه خبا احد عندي ولا خليه يوصل اللي عليه اضمن لك انه يمشي يا والله ما تسوي شيء والله ولا يا رجل لا حبه ولا ببه اخاف انا سوالف بس
اروغ من الثعلب. شايف شيء انا فيها اكواب فيها اكواب يا فيها كلها لا لا جو كلها ورا اقول فيها اكواب انا هو طيرت عقلك انا ما ادري الكوب انا فيه شابورت بها صديق هذا عين عطلة يا ابو وش في الرياض موجوده يا عيال ما ادري والله جيت من طلبيه احمد ربك السعيره احمد ربك صدق اي والله احمد ربك احمد ربك احمد ربك يا ربي احمد ربك العب هذا على ايام يا رجال قول يلا حق حق الله يلا احمد ربك اسكتوا يا رجال اسكتوا هلا اول شيء تعال يطلع اول شيء انا بيسوي فقره يلا ما في احد ما في احد هنا ما كان احنا بنسال اللي وجه ولا اخوي جيت سم نواف ولا راح ايش مالك راح بقرتك بس راح ايش مالك بس لكن ترى السوالف الطبيعيه اللي على جوها راح انا صح صح والله انا افضل هذه جلسه سوالف سوالف عادية جلسه سوالف واحد يجيب لك طالب من عنده تحجر الوقت خابر حضرت الاسئله اللي في المطبخ حط فقره شوف انا عندي راي ما في اسئله شيء مضبوط عشان كل سام 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 قبل كل شيء اللي ما بحسته ما له داعي وازع وازع ابيك ما يصير يا رجل كمس يا ولد والله صب شاي صب اقول صب لا ما تدله لا 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 ما تدله لا لا اله الا الله يا رجل طلعت طلعت طالبه كيف اقدر احكيك اقول بركات كنت من هو؟ أنت؟ لا والله أنا وازع يا ناس جرب بس جرب وزن نشهد الله قبل نفعتي يا رجل بس الحوضة هذا السور هذا يسار ما تشنق هذا ما هي مكسورة وندر أنت حاول حاول جرب جرب وزن حقت السور اللي ما بقى عندي لا جرب صادق مو حلو القناة يبغى يجرب حتى لو نقعد شاهد ارحب يا شيخ ارحب نوصل هو لين خلينا احنا ارحب الطواله يا هلا يا هلا تعال تعال دول جعل وجهك تضحك بعد وجهك تبكي تعال 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 اخو العيال خذ امك خذ امك لا بجي ورد ورد خلاص خلاص لا ما تركها لا لما ايش تشربون؟ اي والله ها؟ داخل كبوي داخل كبوي البحر لو جوار في مرحبا يا سجور الجماعه وش عندكم؟ شاي وقهوة عطنا شاهي يا ابو معجب يا ابو فلاح علمهم سالفتك يوم ركبت الدسن ها؟
هذا اللي ودك ما يسولف مو الحين حظي هذا لون منه اغنيه اغنيه ايش بدك ما راح اجمع ادري احرقت انا نار لا ما يدخل لا احد يعلمه النقص في الكاس هو يقلع يا رجل لا شطحه توكل على الله اشربوا تعال تعال ابل نقص في الكاس مو بيش نقص في الكاس اجلس النقص صوب عقلك الله يطول عمرك ولا على الربع زود والله معليش يا ولا على الربع زود الزام منهم حبيبي ابو ماجد يا رجال لو تجيب اخصائي هنا صحيح يخصني معرفه انت يخصكم علاج ما اخصك الا بخير واجب لي يخصك واجب لي يخصك الواحد يربطنا يعطيك الرجال هذا موعد هذا مندوبي تم عطه موعد عطه موعد ما اقول تم ها ما قلت ما قلتها لكن الوعد قريب كلنا عينين في راس واحد كلنا عينين في راس واحد عينين يقول كلنا عينين في راس واحد يا زوج اسمع رد عليه كلنا عينين في راس واحد من الراس من هو عيني من ما تفهم هذا يا رجال ما تفهم ها كيف يا سلطان منكم له ما تحرك قبلي تحرك مالك دخل ذي دقني غير حددك عيش يلا محمد اذا خلاص نجيب قصيده ايش ما بقى عندي من اصناف الطموح ولا القناعه والله جزاك الله خير استغفر الله المهم اني معيد انا ارجوك تدل بالصمت واحد واحد وحده بالصمت هذا الصوت واحد الصوت هذا بالصمت ها هو خاطري سمع وطايب ما بقى عندي من اصناف الطموح الا القناعه أدري إن الأقوياء ما خلق ولا لأنوايب غير مظلوم الزمان يبدل القوى بطاعة علي عبرة فيك ليبا اللي دفن يما الذنايب فقدر يشرب بعد ما اسخى ابن عمه وباعه للطحين عنت المنفوش يا غر السحايب عوضيني عن كواليس الوطاب على ارتفاعه وسعي حريتي ما في الفضاء مخطئي وصايب عليت كمل 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 هاي الحين الكتابة ما هي الكتابة اسمع العنوان كتابك هي في كتابك يا بس ما صدق القصيدة هي في كتابك والله ما أدري إلا في كتابك وين كتابك الحمد لله الله شو منه ورحمة الله ما أدري وين حطيه يقول ما أدري وش قال عقد نبارك إن شاء الله دورنا إن شاء الله مرحب على اللحم نبي منك قصيدة دشينا هنا قصيدة جاهزة أكتب ماشي أكتب وجهة مرة القصيدة عندي جاهزة أجيب على اللحن أبغى صوت محمد بندر يجيب لحن دشينا هنا إيه أسلم أسلم صاحبي ما بيعطيك إياها دي ولا هاي دام تبغى شرفك شمي هناك هناك بعد كشفتك يا خبيث المساعي اليوم بسحب كلمتي واتحداك عندك كتابة؟ لا حنا وطينا فوق رؤوس الأباء عند واحد شلون ناقف عند متعب نواه يلا كتب نواه ما دام كل اللي فعلناه ضاعي ما في شيء نطلبه غير برقاك سلام سلام تذكر عزوز يوم نطلب مطبخ انا وياه يوم حطه قدام وين رايح الطاوله هذاك عامل فيه موجود ضرنا في النص ان شاء الله من الخبز نزل يا رجل صدق ان اسلم يا ابو صقر ابو صقر عندك قصيده يا الربع يبغى يسمعكم اياها يتفضل يتفضل مشكوره هذا البر مشكوره اسلم
ازي وجه ابراهيم يريد ما شاء الله اسلم صقر على مبدا الخيال ورحله التفكير والابداع سريت خاطري مبطي على المسرى وسجاته على الكون وعلى ارضه والسماء بنسوي استطلاع ونسهب في الخيال ونبتعد لاخر محطاته بنات الفكر في مرباع شعري بالقصيد اشباع لو ان الفكر نوب يطول بصمته وبثباته لكني لو بديت اسري واجيب الجزل بالاجماع واحضر ما يجوز لذايقه من يسمع ابياته اجيب الفكره الحره عسى تصغيلها الاسماع واجيب العلم بالعنوان والتفصيل وثباته اجيب الفكره الحره عسى تصغيلها الاسماع واجيب الفكره الحره عسى تصغيلها الاسماع واجيب العلم بالعنوان والتفصيل وثبات بيوت الشعر وسدها من ضلوعي ثلاث اضلاع وقافي ما اختلف وزنه وصولاته وجولاتها عز الطيب النادر وعاف الخايب الطماع وعرف اللي ملامح وجهه تسولف بنياتها عرفنا اللي لبس طيب النوايا فالزمان قناع وحنا ما علينا منه لو يقطع علاقاته خذينا مع هموم الوقت وظروف الليال صراع وجارينا الزمان اللي ما ترحمنا مجاراته انا اللي يرسم احلامه ولو دربه وعروس باع طموحه الصعب لكن عزمه اكبر من طموحه الله 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 سلام سلام صح سلام تكون حشانك حشانك الحمد لله انك عودت انت علينا زين ارحب سامع ها؟ تعال من جد الان الله يرحمه الله يرحمه لبيه لا خلنا بسمعكم على طاري قصيده انا خلني اخر واحد شرهة الطيب قليل المشاريع سلام اخشى واخشى من كثير التشره شيخ الله واللي يعرف قدره ويحفظ مباديه ما هو بلازم كل ساعه تبره اكيد حلوه ضحكه وجيه لوجيه لكنها من بعض الاشخاص مره ابعد من اللي اكيد ابعد من اللي ما تدلها مساعيه والقلب منك بعد نجمه المجرة وانقذ لي كيف أعرف خذ مواريه وتبين لك كل حركاته مرة بعد أنظاره وتقرب هقاويه وكلمتك لو مر الزمن ما تمرها فرحتك ليلة عندها تعس ليه والليلة اللي تحزنك ما تضرها فرحتك ليلة عندها تعس ليه والليلة اللي تحزنك ما تضره وإن جاك خير يجي راح فيها قال إن جاك خير يجيك ونبط حديه وإن جاك خير الله يكفيك شر صح يا سلام سلطان وش وان جاك خير يجيك ومبطح يديه ان جاك خير يجيك ويبطح يديه وان جاك خير الله يكفيك شر الله يكفيك سلام صح يا سلام فيها بعد والله نطامر غير مش كنت قاعد بحظ يا اخي انا عندي مشاركه اسلم يا ابو نور طيب الوازع يا وازعيات يا اخي خامر خامر من راسك خلوه يا الربع خليناه خلوها خليناه خلوها خليناه يا مسلم انت اللي كل ما قلت انت اللي كل ما قلت كم قلبي مثل جورة ها لازم كم قلبي مثل جورة الزمازة وقلبي كنا مثل حرق الجفاء في الضوء ناكس أطلي والحيمن فوق شواية نشوي وناكل ونعطيها أبو عايض لين هواجيس تاكل راسه وانت يلي كل ما فكرت يحل طريق والله حلو هذه لا لا داود شو خلى خلصنا شوف وسعيات من تميزات اللي فيها في نص القصيدة سالفة عرفت كلها قصيدة اي وضح ايش السالفة والطلي اللي يشويه مهذل 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 وتاكله وتحط بهارات بهارات عقب ما تاكله ايه ومليحات ومليحات اي والله حلو اي شروح وتشرب وراه بيبسي حمضيات حمضيات وبطاطس شو حقك اللي تاكله عمانيات صح يا سالم صح يا سالم ترى شانك اجعل كل شيء وقمت قفان من ورا يقول لا خلوها خلوها امس اللي طافي تنضوك الايام هذه ها طافي تنضوك وانت شاعر اسلم ضوي ما تطفي طعام ما سمعنا شيء ما سمعنا هي ابيات جميله جدا انت جميل اسلم ويشرفني يا سلام يقول في كل خطوة خير خطوة تباشير يالله اجعل كل خير بسمانة يالله اجعلنا مفاتيح للخير وبشر بسترك يا إلهي خطانا لولا يقين الآدمي فالتياسير تنشق في وسط بطنه رمانا واللي نوى بالشر للناس شرير والشر ما لا نسبة في هوانا واللي يسولف بالقفة دايم صغير هالزقفة ما هو
على مستوانا دون اخويانا ما تفيد المعاذير. حنا اخويانا في ظهور اخويانا واللي تركناهم لضرب المناشير خلنا رجولتنا وخلنا وفانا يلا نبغى رضاك ورضاك لا غير رضاك هو اكبر سبب في رضاك. الله صح الله امسان صح الله امسان صح نقلك امسانك الحين الله يعطي العافيه. حنا اخويانا في ظهور اخويانا وين ابو شبيب هيلتونا بقصيده اسلم اي رجال عطنا يخزيك يا شيطان بدري هذه على موقف نصيتها رجال وحل اللزوم. يا سلام قول الليل يا سلطان مسرانا بعيد بنسج والسجة ما هي بقريبة انت الحزام اللي على الشدة جويد واللي هقابك طيب ما انت تخيبه لقيت لي ناس عساها ما تفيد يعيبون اشياء ما هي معيبها مدري حسد ولا ضعافه فالوريد بس من طبعهم ما يعشقونه الطيبة قد قالوا العراف بالراية السديد ما يحسد الطيب يكود قريب. يا سلام صح الله لسانك صح الله لسانك وصح دقرك الجديد على طاري خوينا يا سلام خوينا خوينا قومنس 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 على طاري خوينا ايوه طلع علي بيت خوينا اسمع حبيبي عندك قصيدة انا ايش قاعد اطرف خوينا بيت عندي بيتين بيت انا بيتين بس روح بيتين يلا انزل من بيت واحد تخاف بسرعة قلبي لا بيتين تطول لا الله اللي يقول ولاش لو انه على سكة بلوت له اخوي اللي ولا لي اخوي الله خلاص اي خلص بس يلا فوز اخوي اسلم اخوينا ما يحقر فيه حضوره تمس له طاري تمس له عصا ازعل لو شفنا شيء يجرح حضوره يجرح شعوره احنا من الراهين اخويانا تعيش اخا تعيش اخا الله تعيش هاي شيء يعني هذا مش عزيز اهم لا تعند خلي مسو خلي مسونه امشي بطني ما يمس مثلي بالضبط انت الاكل نزع في قمر الاولويات انا في قمر لا بالعقل عليه في قمر شفت الله يا شباب عادي لا لا اللي اعطيته بيعلمك اياها علي قمر نام لا ايش دخيل ايش ما اسمع ها اسلم يقول البارحه والنوم للعين ما طاب من الزمان الشين شفت العزاري سني سجين نصك من دون هالباب جرت عليه من الزمان الجواري وشكات انا للي سمع كل طلاب الواحد اللي عارف ان ويش صاري منيبه وردها على كل اصحابه خاف لندن من سبايب خياري لني اعرف الظن يوجع لمن خاب وما لدت كبيره غير روس الكبار ما الكبيره غير روس الكبار صح الله شانك وعدت له شانك وعمر السامعين اسال ابو دويهش يقول لا تساومني على هرج معرفه ذاته ذمتي منا ونقدها للمعرفه منا الشعرياتي مع الشاعر على مشهاته وان بقى بدون مشهاته يغني غنى وانقذ في مستحقينه وفي حزاته صار مثل بيوت شيخ بالرفاع اتبنى وانقذ فيها المجامل يضحك الشماته سكربه المجامل والشماته عنه صح الله شانك المجنون صح الله شانك المجنون قول من اللي مالك زود اليوم الهاجس حاضر قول اللي يزعلهم مديح الحلاحيل الله يعافيهم ولا يبتلينا لو ناخذ اللي قيل واللي ما قيل من العلوم الطيبة مرتوينا حنا اليمن عرفنا الرياجيل تفاخروا عند الرياجيل فينا صح الله شانك خير الهواجيس حضرت اليوم يقول في ليلة قمرة ولا النفس سجات اسمتها وادعدع علينا نسيمة سجت بأفكاري بجال المحيطات والشعر عندي له علاقة قديمة ما دور الشهرة ورق ولا الأبيات من حاجة في وسط صدري مقيمة لا شك مغني يكود الجزيلات طرق البيوت اللي عليها وسيمة حدتني الدنيا لطوي المسافات لو كان دورتها علي سقيمة مواجهة الدنيا يبي قوة وقفات ولحدن حياته من همومه عديمة أحدن يعلق عالي المجد رايات وأحدن يطيح بضعف صبره وعزيمة يالله بفزعة منك عن كل فزعة وتتسدني عن كل فزعة
عقيمة وذكر اللي أعده وهل الطيب بالذات والجنة الجنة هي أكبر غنية. يا الله أنا عندي اليوم عندي حاجة ودي أستكشفها بس ما هذا قصيدة لا لا عندي فراسة الليلة عندي فراسة الليلة بجيبها عنده فراسة في واحد الليلة ودي أشعر بس إنه يبغى تطلبونه شاعر محمد مثلي عادل هيب هدى حركة خطيرة عندك والله انك سمعتني قصيد مو صح قصيد قصيد قال قصيد بس عطني قصيد ما نقول قصيد اليوم ماشي ما هي غزل اعذرني انا داري بس انا ابغى مني قصيد كزين اللي تحافظ اللي حتى العد مثل ود واحد قال قال هذه انا فلاح انا مع الرجال الرجال شاعر الرجال اشعر بالنص لا لا تحرجونه لا تحرجونه لا تحرجونه خلاص ما دام ما دام لا لا تضايقونا يقول يقول عمر السلام اسلم اسلم تعيش ام مجد يقول البارحه يا بدر البارحه يا بدر اللي للعن اطاء الكبد كان هتحز والقلب يلوى حز برهاب يلوى على سلال والعين مهنيه بسوهاج الوى في وجد حال وبري حال وعنا حال ولاني بطيب ولا اني بحلوى الصبر مر نعلق من ما يجي حالي اللي تحسبه من كلامك تحلوى الله صح الله يسارك ومن وقت لشانك وطول الله عمرك وعمرك يا ابو ناصر ولا والربع والكنترول واللي ناظرون اللي يشاهد يقول سبحانه اللي يدبر الامر والكون مع العباد وفوق عرشه مكانه والرزق عنده جل شانه ومضمونه وهدايته تمنع دروب اعصيانه منجي موسى من الجيوش فرعون وحلل عقدة من لسانه على أهل الإشراك ما يستحقون على أهل التوحيد منه حصانه معاذ رضي الله عنه تعرفون رواه حديثه عند نزع الأمانة نار الله تحرم على من يقولون لا إله إلا الله جل شانه واللي مجاه من الله المد والعون ما هو محصلها كذا من زمانه أهم شيء أبعد عن الذل والهون در والمعزة ما يمر الإهانة لتقابل العاقل على وجه مجنون اسهل علاج اللي سفيه اسفهانه وانا البعض دروس الايام ممنون حتى لو ان الوقت كله بوانه الرفقه اللي كلها ضحكته وسنون مثل الردي لا سار سحر بيانه اول هروجه تجعل الناس يشفون واخر هروجه ما عليها تكانه الرفقه اللي كلها ضحكته سنون مثل الردي لا سار سحر بيانه اول هروجه تجعل الناس يشفون واخر هروجه ما عليها تكانه الله الله اي راح فيها لين قال يا زينها الصاحب مع الصاحب ايمون ويا شينها ترسيم عقب الميان يا زينها الصاحب مع الصاحب ايمون ويا شينها ترسيم عقب الميان يعني جعلهم عقبه ثلاث رسميه نو كانت تكون عليه لهم عقبه قدمين كبيره رسميه بعد ميانك اضحك خوه يوه قطعة يا زينها الصاحب مع الصاحب يمون هذه نشيب بزيمة بعدها ترسيم ياشينها ترسيم عقب الميانة يقول الله الله يا عيون ما تذوق النغساة دسر الليل الطويل ودرب أشعار الشجاعة والشجاعة كنز لا يفنى ونوع من القناعة والنصيب يصيب والدنيا تجيب اللي تجيبه الله الله يا عيون ما تذوق النوم ساعة تسهر الليل الطويل وترفع اشعار الشجاعه والشجاعه كنز لا يفنى ونوع من القناعه والنصيب يصيب والدنيا تجيب اللي تجيبه سمي نواف اطني يلا بندر غن بندر جاهز غني يا بطوله أغني لا تكفى خل يا ولد هذا الشيخ حتى لو صوتها واحد لا يلا غن راح سحر راح والله هذا يجيه الدور يكنسل الدور عندك يغني تذكر يلا عشان ما تنسى يلا عشان ما تنسى يلا عشان ما تنسى راح
لنا المولى غزيرة دمع لك الله يعين الظنون وتلاقي أجران بليا سبب قلب بلا ملا الله يسامح بعدك خرب خلاص الله أكبر. هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هلا البزنس كفو طونا كل وقت حية عامنا بشاذلية ضيفنا يالله حية يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هلا البزنس كفو طونا كل وقت حية عامنا بشاذلية ضيفنا يالله حية يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هل البزنس كفو طونا كل وقت حية عامنا بشاذلية ضيفنا يالله حية يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو في خاطري يضيق تم احد بعارفها الديرة اللي هواها اغلى من عيوني يلقى وناس الضميري في طوارفها والجاي عقب الولي لا خاب تظنون يما على سهولها ولا مشارفها بسائر الوقت والدنيا على هوني والدمعها الغالية ماني بذارفها الله لا يقطع رجال أصحاب من دوني وش الرجال اللي ضاعت معرفة جو الله صار
هلا. على طاري القصيد وما قصيد، انا عندي ابيات النابت بن حسن الحقباني يومه يقول ليش عمى وضوهم ثم دارت الشاذليه. والذرى سايه فوب عن هبوب الرياحي، جلسه نعتبرها كنز واغلى هديه، والمجالس باهلها تعطي الانشراحي. جلسه تغني الولهان من ذا وذيه، ومن مقابل خبل متلبس ثوب صاحي. صح. لحنا تبي لحنا؟ يا صح والله ما عاد خبر اللحن صح. الاشعام وضوهم ثم دارت الشاذليه، والذرى سايف به عن هبوب الرياح. جلسته تشيل بيت بيت، شيل شيل وراك، شيل شطر، شوف كان بضل شيل وراك. الأشعام وضوهم ثم دارت الشاذلية، ولا لا 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 شو الأشعام وضوهم دارت الشاذلية عشان قد يسحب. أكررها مرتين. إيه عشان نجرب لك. يلا نجرب. الأشعام وضوهم ثم دارت الشاذلية، 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 والذرى سايف به عن هبوب الرياح، والذرى سايف به عن هبوب الرياح، والذرى سايف به عن هبوب الرياح، والذرى سايف به عن هبوب الرياح. جلسة نعتبرها كنز واغلى هدية، 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 والمجالس بهلها تطيا الانشراحي، والمجالس بهلها تطيا الانشراحي، والمجالس بهلها تطيا الانشراحي، والمجالس بهلها تطيا الانشراحي. جلسة تغني الولهان من ذا وذية، 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 ومن مقابل خبل متلبس بثوب صاحي، ومن مقابل خبل متلبس بثوب صاحي، ومن مقابل خبل متلبس بثوب صاحي، ومن مقابل خبل متلبس بثوب صاحي. الأشعام وضوهم ثم جرد الشاذلية، والذرى سايف به عن هبوب الرياح. الأشعام وضوهم ثم درج الشاذلية، والدار سايف به عن هبوب الرياح. جلسة نعتبرها كنز واغلى هدية، والمجالس بهلها تطيا الانشراحي، جلسة نعتبرها كنز واغلى هدية، والمجالس بهلها تطيا الانشراحي. جلسة تغني الولهان من ذا وذية، من مقابل مقبل ملبس ثوب صاحي، جلسة تغني الولهان من ذا وذية، من مقابل خبل متلبس ثوب صاحي. الله هذه ابيات نابت بن حسن الحقباني. وعليكم زود شلها الشاعر.